سعداء جدا الحقيقه بالتنظيم البطوله، وان شاء الله البطوله تليق باسم النادي الاهلي، ويبقى بدايه قويه للعلاقات الدوليه للنادي الاهلي، ونشوف العديد الحقيقه من الدول اللي ما شاء الله المرموقه مشاركه. روح طيبه جدا بتفتح مجالات كتيره للنادي الاهلي بزوايا مختلفه، سواء على مستوى العلاقات الدوليه والبروتوكولات والفرق العالميه، وكمان الصناعه الرياضيه وكيفيه التعامل مع الملفات المهمه جدا في ملف الرياضه، من خلال نوع من انواع العلاقات ممكن يتنظم من خلالها مؤتمرات وملفات كتيره جدا تبتدي تتفتح. انا شايف الحقيقه ده حدث مهم جدا بيتم على ارض النادي الاهلي من خلال النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. شايف كمان الدول اللي مشاركه، وبالتالي لما تكون دول الحقيقه ممثله على مستوى العالم باسماء كبيره جدا ان هي النهارده بتشارك، اعتقد دي بتؤكد عظمه وقيمه النادي الاهلي الحقيقه. ويمكن شفنا بعض يعني لما اتقسمت القرعه كده كانت في بعض يعني الابتسامات للناس ان في منافسات في مجموعات على حساب مجموعات، على الرغم ان القرعه كلها كانت يعني على الهوا زي ما احنا كنا شايفينها. النقطه بتاعت السفير الروسي بالتحديد طبعا، انما في الاخر هي الرياضه بطبيعتها بتلم الناس وبتجمع الناس، والنادي الاهلي الحمد لله كان انا شايف انه كان ذكي جدا في انه يطلق النقطه دي. بالتوفيق ان شاء الله للي جاي، وان شاء الله يكون كل مدى كده في حاجات افضل وافضل ان شاء الله. النادي الاهلي يمكن او مصر قبل كده كان في كذا تصور لاطلاق الرياضه الدبلوماسيه عشان نبقى برضو واضحين، ولكن النهارده لما انت بتطلقها من خلال النادي الاهلي بتاخد شكل يمكن مختلف شويه، عشان ايه؟ النادي الاهلي الحقيقه بيتعامل مع الملف بزوايا وملفات كتيره بعد كده متتاليه وراه، فيمكن هي دي القيمه الحقيقيه اللي النادي الاهلي ممكن هيقدر يستغلها من العلاقات مع الساده السفراء على ملفات كبيره ان شاء الله الفتره الجايه، ويبقى في مؤتمرات لاعاده ترتيب الملف الرياضي بشكل قوي ان شاء الله باذن الله من خلال النادي الاهلي. طبعا طبيعي.